إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات. ثم أما بعد، عباد الله، خطبتنا اليوم حول فضل عشر ذي الحجة. وما أدراك ما هذه العشر؟ إنها أفضل أيام الدنيا، ولعظمها أقسم العظيم بشأنها، فقال عز من قائل: والفجر وليال عشر. وقال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه كما في البخاري من حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. عباد الله، وحمان تخد بدين وايكو ساب سنتهاي بشذي الحجة فود إن قصو هاي ستوبنك وقوه الرئي فضلك إليه. إلهي تبارك وتعالى من رحمته بعباده أن شرع لنا مواسم الخير والطاعات حتى يتزود منها الطائعون، ويجتنب عن المعاصي والذنوب أهل العصيان. إلهي إن حريستي سوح كمده يديق ذا أدومدي سوك قل ضيستي إن ربي وجدي يحليه إيا مناسبات خير كي إيمان كاي كرر صدان او كوي هرو عبادي سنيي عبادة أيل من لابان كوي هرو قوات فلاي ايدن بابينا اي توبت كينان ودباي النقدان وحي نكسو بحناي بشير رمضان او نيو والبر بيوحو قدر دحذي ذاو نسأل الله القبول والإخلاص وحمان تنفو دينا صوصارتي
هدينو نسيب وهلي ويني حرم كأيني نتقنو هدي إلهي قدري آمنا بقضاء الله وقدري آمنا بالله وبما جاء عن الله هدي سورتك لي ويدي ضدك أدوم ذا إلهي حرم كجعل هدي ما أنت سورتك لي ويدينا عمر إستان هدي ما أنت سورتك لي ويدينا حاجتك إلى حد يقصي كريمك مال والبعبادة ذوك أقبل يا ربي تبارك وتعالى مال والبربي عبادة ذوك أقبل يا اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحوها إلهي تبارك وتعالى إلهي وحن قم هذا تبارك وتعالى إن مال والب عبادة يسق أقبل يو فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله هدين حرم كي ويني نعبد الله هنا الكنين ربك عابدين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يقبل العبادة من عباده في كل مكان وزمان الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولا ليال ولا ليال طبان كفودة إنكو صوحي يا فدلي بديه طبان كفودة إنكو صوحي يا فدلي بديه وطبان هدينو قاري ويني هل كينو دونني أينو عمل فربضان سمين كرو إلهي تبارك وتعالى وحكور دارتي طبان كذي الحجاء إلهي وحوري سبحانه والفجر وليال عشر وحن كدارنا يا واقبر يسا ما الصبحا يان كدارنا يا باربي وري سبحانه وليال عشر حبي نطبا أنا وان كدارنا يا با الله عظيم كاويري ابن كثير يا غير كي بس إذا يكون فسران وأتوبن كذي الحجة وجوه الرئية وحكلو الله ويد سبحانه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وحي حجك ويمانيان أم قاسد واوين كمدة si ay u haadiraan manaafic iyo waxtar ay helayaan diin iyo dunyada wayadhkuru smallahi fi ayamin ma'lumat iyo siday si ay magaca alleh iyo rabbi u xusaan maalmo la yaqaano ala ma razaqahu min bahimati al-an'am nimcoolayda ma yeedhaankii alle ku arzaaqay ay rabbi waxa weeyaan ku xusaan oo ugu mahadnaqaan عباد الله هذه الأيام المعلومات ما المها ليقان رب دحدود الله حصيا وعشر ذي الحجة نبي محمد نوحور صلوات ربي وسلامه عليه سيد بخاري وصوصاري حديث ابن عباس ورنيوه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ما تيران مالمو
إلهي وجع عيل بدني هي عمل كون أكسنة يدحده وضل السمايو مال مهن طبنكاء معناها مال مه إلهي وجع عيل بدني هي عمل هي عبادة الله جد وادو وعمل كطبنكاء مال مه يدحده وضل السمايو. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله وحيدادين يا رسول الله جهادنا ميانو كفضل بني. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وحول جهادنا كما فضل بدنا عمل كما المها دحدود الله سمعيه ننمو ياني إلهي درتي ألبحي نفتي سي حوله سيبا أون وحبك لصون نقل نفي مالتونه كاسم بأ الله إليه عمل كيسو كم ذيها مال مها وحل سمعيه وحكى له كم مدني مجر وحكى له النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام كما في صحيح الجامع من حديث جابر أفضل أيام الدنيا أيام العشر ما المها الدنيا ذكوة أغمضا أغو فضل قبضني وطبعا كان مع الموت إلا علماء قاركود أي راهدين حتى عشر الأواخر من رمضان طبعا كان أكمضا علماء قارنا أي كل ميين لبدا فضل سيدا شيخ الإسلام أوكالي حقا ما المها مركا لغا إيغانا وما المها دي الحجاء أغمضا سنة كوردان حقا هبين ندا مركا لغا إيغانا طبعا كهبين رمضان أغدن بيا أغو فضل بدن هبين ندا سنة كوردان ويا طبعا كدن بير رمضان ليلة القدر با كجرة طبعا كدي الحجاء عرفا كجرة كلا يراه دبا وما الممضان وآدي آدو فضل بدن ولا ليال وحيابها إنو طوانكا مالموتكو عمرا إنو صونكا كمده ننكي صومي كراها صومو صدقه دا كمده ننكي حولي سوحكا بحين كراها كبحيو استغفار تاية توبتكين كا كمده قرآن أخرسكا كمده وحويان قفكو أعماش كلا دوان إيه صوم إيه صلاة إيه صدقو إيه نوعية كلابالي مالمها هكو تنتون صدوها كو عمرو ولا ليال maalmaha wal moogan yahay oo sida 10 ka dambeer ramadaan loogu ma baraarugsana laakin waxaad ogaataa nabi muhammad inuu ku tilmaamay maalmaha ugu mudan adduunyada sanadka oo dhan marka la isku geeyo maaha maalmo fudud ee hafudaydsan walaalayaal hadhihi ayyam wa in qofku u sii diyaar garoobo waxa kale oo nabigu wuxuu sallallahu alayhi wa sallam kama fi sahih muslim min hadith ummi salama اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا نبي وحي صلى الله عليه وسلم طبنك هوري ذو الحجه مركي سو غلان وا مركي ذو الحجه بلاتو اي مدكين او دونا انو اضحي ايستو اهلكيس يا ريركيس اضحي او كقلا مالينتا عيدا اما مال ما كدنبيا ايام تشريقه yuutimihiisa iyo jirkiisa waxba ka taaban waxa markaa sunna ah qofka ku tala galay awood u leh ciidul adha inuu udhiyeesto ehelkiisa iyo awlaadiisa udhiyo uu ka qalo mar alla markay dil xij bilato timihiisa kuwa sara iyo kuwa hoosatoona iyo cidiyihiisa iyo jirkiisa inaan waxba ka goyin waxaa lagu shabahay sidii muhrimkii umrada ama xajka xidhnaa oo kale ee timihiisa iyo cidiyihiisa midna aan taabanay wuxuu se kaga duwan yahay deedharkii iyo malaabistii iyo cadarkii iyo macaamilkii ehelkiisu waa u banaan yihiin qofka oo xiyeysanaya ee isaga xajka xidhnay wuxuu se kala mid noqday timahaaga iyo cidiyahaaga midna ha taabanin haday dhacday inuu gafuu ku khaldamo ajarkii waa ka nuqsaamay laakin kafaara guud ama wax kale saarani ma jiro laakin ajirki waafiga ahaa un buu iska nuqsaamiyay cid waajibkaasi saaran yahay ma aha reer koodan ubadiyo oo riba waa mas'uulka udhiyeysanaya wa arada ahadukum an yudhi qofka udhiyada xilkeed uu saaran yahay udhiyeynaya ehelkiisa ka udhiyeysanaya ayaa la yiri timahaaga iyo cidiyahaaga midna ha taabanin dadka sax udhiyada uu ka qalaya lamid ma aha xukunkaasi ma saara ubadkaagi iyo ooridaad iyo reerkaaga oo dhan neef adhiya kaaga filan xoolinkii xoolaha ishinka ah ee geel iyo loodina
neefkiiba toddoba reer baa wadaagi kara oo ay ka wada gudaysaa udxiyadu. Adhigiise halkii reerba hal neef ayaa udxiyo kaga filan ninka iyo ubadkiisa iyo ooridiisa. Waana sunno fiican oo fadligeed iyo faa'iidadeeda in laga faa'iidaysto qofkii awood iyo itaal u leh ay munaasabto ay mudan tahay. Walaalayaal, tobanka afood ee nagu soo haya, qofkii markaa udxiyo niyeystay maalinta ka horreysa cadeedeedu intaanay dhicin, kor iyo hoosba wuxuu iska guraya ha iska hagaajiyo, hadday timataa iyo hadday ciddiya tahayba. Waayo ilaa udxiyada ka qalayo ma bannaana inuu taabto ciddi iyo timo midna qofka udxiyaysanaya, laakiin maalinta ka horreysa waa inuu sii diyaar garoobo. Walaalayaal, waxaan naftayda iyo nafihiinaba kula dardaarmayaa maanta, dadkeenna ilaahay tabaaraka wa tacaala halkaa isugu keenay amniga iyo iimaanka, haddaynu meelihii iyo goobihii fadliga badnaa aynu gaari kari waynay inaynu halkeenna acmaasha iyo cibaadaadka ku camiro, inaynan fudaydsan ee nafta aynu sii diyaar garayno inu maalmaha tirsanno intee ka hadhay maalintay bilatana camal iyo cibaado hor leh iyo dardar cusub aynu gallo. سيداسا إنو وناكسن ويفكيني آخرين وأكو إصلاحيا وأستغفر الله.